Cette émission vous est présentée par MIA Trading International, grossiste alimentaire spécialiste de produits ethniques. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة مباشرة من طبخنا الخفيف. إذن بالنسبة للحلقة اليوم غنقدموا لكم فيه إن شاء الله واحد الوصفة اللي هي عبارة عن واحد نوع ديال الشلاضة. هاد الشلاضة هذه كدار بزاف الصيف لأنها خفيفة، لأن المكونات ديالها كلهم سريع الهضم. إذن الوصفة ديالنا سميناها اليوم سلاد دو طوماط او طون، يعني سلاده ديال مطيشه او طون او الخس او البصله. بالنسبه للوصفه ديال اللي غنحتاجوا فيها اليوم ان شاء الله جوج حبات ديال الطماطم، يكون طماطم شاده مزيان قصحة شويه وحمراء تكون طيبه ولكن شاده، وغنحتاجوا واحد نص بصله ايمانسي يعني نصف دوائر، هي نصف بصلة، وغنحتاجو 125 غرام ديال طون ديال الزيت، وغنحتاجو واحد الحبة ديال الخص اللي هو لاليتي بلدي اللي كنغسلوه وكنحيدوه ورقة بورقة وتيتغسل مزيان، هو على هذا الشكل. ولكن خصنا نردو البال لهذا الوسط هذا ديال الخص راه كتكون فيه الرملة وكيكون فيه واحد المخوص صغير بحال دبانه صغيره، اللون ديالها كيكون خضر، وهذا المخوص هو اصلا سوسون بارمي ديال سيكت كي سو مونجابل. واخا كل يوم تيديروا يقول غير تيعيفوا الناس، هي من الاحسن نقيو لاصالات ديالنا مزيان، راه كتنقى اما بالخل اما بشويه جافيل وترانسا مزيان وتنشف. اذا الخص هضرنا عليه، يقدر دير الخص، يقدر دير انواع ديال لي زوتر سالاد بحال سالاد باتافيا ولا سكارون ولا في دو شين ولا لا غوما اللي عجبك، كاع لي سالاد راه كيتستعملوا في لا سالاد دو طوماطو طون. وغنحتاجو واحد ربطه ديال المعدنوس اللي كنهشيو، ها هو على هذا الشكل راه شينا مسبقا. وغنحتاجو جوج حبات ديال الحامض، وحده غنخليوها لا ديكوراسيون اون كارتي هي، وحده اخرى غناخدوها على شكل عصير ديال الحامض سو فورم دو جي. بالنسبه لاسيزونمون غنحتاجو الملحه، هي عندنا هنايا سيلفان، وغنحتاجو شويه ديال البزار ها هو، وغنحتاجو واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون زيت العود. بالنسبه للملحه والبزار وزيت العود وزيت السيترون غنديرو به ان صوص فيرج ولا ان صوص كلاسيك ولا لا فينيغريت كلاسيك اللي كتكون غير العصير الحامض زيت العود الملح والبزار، كنزيدو عليهم شويه ديال بيرسيل هاشي كنطربوهم بالفوي دون زين اسيت كروز. اذا على بركه الله غادي نبداو. بالنسبه لتقديم هذه الوصفه غنقدموها في هذا لاسيترا كبيره شويه وكروز، ها هي راه غارقه، ولكن حنا غنديروا ان ميسكران دو سالاد ولا ان شيفون دو سالاد في الانتيريو في الوسط ديالها، عاد كندوروا مطيشه بها. مطيشه ديالنا غادي نقطعوها على شكل دوائر، هي اللي غادي ديسبوزا اون غونديل في لاسيت. اذا غادي نبداو على بركه الله، ناخذوا لاليتي ديالنا الخص، غناخذوا منه شي حبيبات اللي غادي نديروهم اون شيفوناد، يمكن نقطعوهم بالموس، الا ما بغيناش نقطعوهم بالموس راه غير كنقطعوهم بيدينا كنحطوهم في وسط لاسيت. بالنسبه لي انا اختاريت نقطعوهم بالموس واحد السكين اللي هو سو فورم ديال منشار ان كوتو سي شويه عليه هكا كنقطع
هنا ولي عندي ان ميسكران دو سالاد هو كان ديسبوزي سو فورم دالني على شكل عش في الوسط هو كنحطو ونزيد شويه ديال الخص باقي نزيدو واحد شويه ديال الخص باش جينا فاش غنكون بريزونتي يكون على شكل دوائر دايره مزيان ها هو الخص ما خصناش نقطعوه صغيور لان كيطلق الماء وكيكون غالي بالكلوروفيل وداك الكلوروفيل اللي خرج منه ما بقيناش كنستافدو منه هذا الخص هضره عنده واحد الدور مهم في تنميه الجلد والاظافر الناس اللي كياكلوا الخص راه في اغلب الاوقات ما كيكونش عنده امراض جلديه ولا الاظافر راه كينمي الظفار وكينمي الشعر دابا بقات لينا طماطم نقطعوها اون رونديل كي قلنا قبيله طماطم خص تكون طماطم شاده مزيان وحمراء وطيبه ما تكونش لاويه ولا يعني تكون قاصحه شويه باش تسهل تقطع ديالنا وفاش غنحطوها الشكل ديالها يجي واحد هندسي دائر لي زوين اذا على بركه الله كنبداو الطماطم ديالنا كنقطعهم شويه بشويه ما نقطعهمش غلاط بزاف باش يعطيونا واحد الشكل زوين نقطعهم يكونوا رقاق شويه ها هو راه كنقطعوا بالسكين عباره عن منشار ها هو الا ما عندكم يقدر تستعمل موس صغير يكون ماضي مزيان ها الطماطم ديالنا راه كاينين الناس اللي عندهم الالات الحاده بحال لا ماشين اجامبو يقدر نستعملوها حتى هي نقطعوها بها ماديجا ولكن هذا يعني سكين الكهربائي ولكن راه كيكون شويه خطر كيشكل خطر على صحه الطباخ هنا هو الطماطم ديالنا هذا الشكل ديال عباره عن شكل دائري ها هي كتكون الزريعه شاده فيه راه هذه الزريعه اللي كتكون في الموديشه راه مهمه راه ما خصهاش تحس الانسان ياكلها وحتى القشره القشره ديال الطماطم راه حتى هي مهمه راه هي اللي كتحبس لينا فيتامين سي داخل الطماطم الداخل الناس اللي كياكلوا دابا ماديشه في القشره راه ما كيستافدوش من فيتامين سي إذن آخر دائرة هي هاد الطماطم ديالي واجدة دابا غنديسبوزيها مزيان غندورها على شكل دائرة إذن كناخذ الطرف الأولاني هو كنحطو على هاد الشكل وأنا غادي داير هذا كنسميوه دريساج أون شوفوشي هاهو طماطم وحدة بوحدة وديما كنحاول الطماطم نحط هاد الزريعه اللي كتبان ليا للخارج ما نحطش العكس باش تبين بانه راه كاين الزريعه ديال الماطيشه اذا الطماطم وكتبقى اخر طماطم اخر دائره كنهز هاد الاولى اللي سبق بي كنهز شويه وكندخلو لداخل ها هو الشكل ما قبل الاخير هو شتو كي كيبين لكم عباره عن دائره دابا باقي لينا طون نحطوه وسط الإناء هاد العش الصغير اللي هو ديال الخص غنحطو فوق منو الطون الطون نحاولو ما أمكن ديما الطون اللي غنحطوه خاص يكون سو فورم داني ويكون دي مورسو يكون شاد شويه ما يكونش مفرتت ما يكونش الطون عندي مفرتت إذا هاد الطون ديالي ها هو كناخدو كنحيد منو الزيت كنحطو وسط الإناء كنختار المورسيات الزوينين كنحطهم وسط الإناء إذا الطون ديالي ها هو محطوط باقي لينا شويه دابا كنعرفوا بان الطون فاش كيتجمع مع البصله وماطيشه كيعطي واحد النكهه كناكلها كيكون الحقو كيكون شويه مر شويه كيشبه ديال لي كورنيشون لي بيكلز ولا البصل ها هو البصل ديالنا راه قطعناه ايمانسي ها هو وغندردقوا عليه شويه ها هو ونحاولوا مهما كان ما نغطيوش الطماطم بالبصل باش يبين داك اللون ديال الطماطم ودابا غنديروا الصلصه ديالنا اللي غادي نمشي مع هذا السلطه كنحتاجوا بالنسبه لهذه الصلصه هالو بول ديالنا هو لفوي باش غادي نطربوه وغنحتاجوا شويه ديال العصير الحامض ها هو هضرنا عليه قبيله ها هو هو العصير الحامض وغنحتاجوا شويه ديال زيت الزيتون
واحد جوج معالق تقريبا، وغنحتاجو شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. الملح ما نكثرش لانه كاين هنا عصير الحمض كيكون حامض شويه، كنديرو شويه ديال الملح ها هو، ونزيد نضيفو عليه شويه ديال الابزار كحل ها هو، وفي الاخير كنزيدو عليه شويه ديال المعدنوس اللي هشينا، واحد شويه ديال المعدنوس ها هو، ونطربوه مزيان ها هو، ونهز الفوي ديالي ونطرب مزيان هاد لاصوص فييرج ليا، لاصوص من صوص فييرج ولا لا فينيغريت كلاسيك. كنحركها مزيان ها هي، راه كاين اللي كيضيف عليها شويه ديال المطارد، ولكن حنا حافظنا على هذا الشكل اللي هو شكل اصيلي وقديم اللي هو لا فينيغريت كلاسيك ولا ان صوص فييرج. راه فيها غير زيت السيترون الملحه والابزار وزيت الزيتون اللي هو زيت العود. اذا ها الخليط ديالنا واجد، ها هو كيبان لكم. دابا بقى لينا اروزيو هاد لاصالات ديالنا، كناخذو شويه ها هو كنترقو عليه شويه ها هو. اذا بقى لينا لاصالات ديالنا، نضيفوا عليها في الاخير الزيتون كحل الاسود ها هو عندنا، كناخذوا الطبسيل ديالنا كنحطوه هكا ها هو. الزيتون كنختاروا شي حبيبات يكونوا كبار وزوينين وشادين شويه، راه هذا زيتون بلدي ماشي الزيتون ديال الكونسير، كنحطوا وحده هارمونيزمو الثانيه، وكناخذوا الثالثه، وكناخذوا الرابعه هنا كنحطوها هنايا، وكناخذوا وحده كنحطها وسط لاصالات ديالي هي، وناخذ واحد جوج عريشات لا ديكوراسيون ديال ازير ها هو عندي هنا الزين، ونحطوه في الوسط. وهذه هي الوصفه النهائيه ديال الحلقه ديالنا، غتشوفوها ان شاء الله كي دايره. ها هو ازير، كناخذوا ازير ديالنا كنقطعوا منه واحد جوج عريشات بالموس، وكنختاروا شي عريشات يكونوا زوينين بحال هادو. دابا كنشدوهم كنجمعو هاد القنوتة لي كو وكنبيوهم وسط لاصالات ديالنا. إذا هذه هي الوصفة النهائية والشكل النهائي ديال لاصالات ديالنا طوماط أوطون. راه هاد لاصالات راه عزيزة على الناس خصوصا في فصل الصيف، لأن كتكون خفيفة وسريعة الهضم. كيطلبوا الناس، كاين اللي كيسميها صالاد طوماط أوطون، كاين اللي كيسميها صالاد ميكست. نعاودو نذكرو المكونات ديالها لمرة أخيرة. دونك صالاد طوماط أوطون كتكون من الخص، يقدر نقطعو اون شيفونات، يقدر ينقطعو بيدينا غير هكا، لأن الخص مخصوش يطهش مزيان، هذا كيكون صحي ونافع. وكنحطو صفورم دني عبارة عن عش، وكندورو به الطماطم دوائر، وكنحطو فوق الخص طون في الوسط، والبصله ديالنا اللي ايماسينيناها، والصلصه كي ذكرنا راه على باز ديالها زيت العود، عصير الحمض، الملح، البزار، شويه ديال البيرسيل هاشي. اللي ما عجبتوش هاد الطريقه هاد الشكل هادي دوائر، يقدر يدير مثلا مربع كارتيي ولا نصف دائري، كيدور هنا الشكل. باقي لينا حنا كنعرفوا بان طون والبصله وماطيشه فاش كيتجمعوا لابد يكون شي عنصر ديال الحمض. اختارينا هاد الحبه راه كيهضرنا عليها قبيله، غنديروا ان كارتي. بالنسبه للكارتي خص يكون رقيق جدا، لانه كاين اللي عزيز عليهم الحمض دو بلوس، كيديروه كنسميوه ان كارتي. هو كنحيدوا لي ايغروني، كنحيدوا الزعيم، كيبقى على هاد الشكل. اذا كاين اللي غادي يبيكي هنا، ها هو اللون الاخضر الاحمر الابيض والاسود ديال زيت الزيتون، وهو الشكل النهائي ديال لاصالات ديالنا. نتمناو ان شاء الله تروحكم هاد لاصالات وتنال الاعجاب ديالكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.
Cette émission vous est présentée par Mia Trading International, grossiste alimentaire spécialiste de produits ethniques.